صباح الخير لجميع متابعينا في الأردن، كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الفطر السعيد. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال أول أيام عيد الفطر السعيد، وأيضا سنستعرض تفاصيل أو التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة بإذن الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم، حيث تسود أجواء صافية مع 27 درجة مئوية الملموسة 26، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون شمالية غربية معتدلة السرعة. توقعات الجوية لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية، المفرق 29-14، إربد 27-15، جرش 28-16، وعجلون 26-15 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الزرقاء 29-16، البلقاء 27-16، نفس الحرارة تقريبا في العاصمة عمان، مأدبة 27-15 أيضا، والبحر الميت طقس صافي 33-24 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية، الكرك 26-17، الطفيلة نفس الأجواء والحرارة، الشوبك 25-15، معان طقس صافي 30-18 درجة مئوية، والعقبة طقس حار 38-25 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية، الأزرق 34-17 درجة مئوية، نفس الحرارة والأجواء في الصفاوي ورويشد 34-19 درجة مئوية. ننتقل الآن وإياكم للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال الثلاث أيام القادمة، يوم الخميس طقس صافي 27-15 درجة مئوية، يوم الجمعة لا تغيير الحالة الجوية، ارتفاع طفيف وقليل على درجات الحرارة خلال ساعات النهار، طقس ربيعي دافئ ومشمس خلال ساعات نهار يوم الجمعة مع 28 درجة مئوية، الصغرى تنخفض ل 15 درجة مئوية. يوم السبت تستمر نفس الأجواء ونفس الحرارة تقريبا 28 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى ترتفع قليلا لتسجل 16 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، كل عام وأنتم بخير وإلى اللقاء.